بزاف ديال الناس ما عارفينش باللي الحاجة اللي تقدر تخرج ليك على الدراري الشباب ولا الدراري الصغار هما جوج حوايج، يقدر يكون الرفقة السيئة او لا التليفون ولا البيسي ولا الطابليت، المهم الأجهزة الإلكترونية. اذا غنوريكم على الطريقة من الطرق باش انك تحمي الدراري ولا الاطفال ديالك من هاد التليفون. بعض المرات ملي تندخلوا الفيسبوك خاصة يعني الفيديوهات، فكتلقى بعض الفيديوهات اللي الصراحة خايبين بزاف، وإلا عطيتي التليفون للدراري الصغار حتى هما غادي يتفرجوا في هاد الفيديوهات، وبالتالي راه الفساد غادي ينتشر حتى إلا ربيتي ولدك أحسن تربية ولا ربيتي بنتك أحسن تربية. راه مجرد أنها كتدخل الفيسبوك كتشد الفيديوهات ديال الفيسبوك راه غادي تفسد. والنصيحة، أكبر نصيحة اللي غادي نعطيها للوالدين، هو أنك إلا عندك الدراري الصغار ما تعطيهمش التليفون، أتعطيهم التليفون ولكن دير فيها الألعاب، ما تخليش الأطفال ديالك يدخلوا يتفرجوا في الفيديوهات، لا الفيديوهات ديال الفيسبوك ولا الفيديوهات ديال اليوتيوب. راه كاينين شي فيديوهات بعض المرات كيطيحوا، يعني هاي راه كانت كتدخل كل ما كتدخل فيديوهات كيخرجوا لك الفيديوهات اخرين، حتى كتلقى مع فيديوهات خايبين بزاف، يعني ديال الناس الكبار والعناوين خايبين غير ذلك، يعني تخرج على ولادك. يعني من الاخر اللهم تبعدهم من هادشي كنصيحه. المهم باش يعني بزاف ديال الناس ملي كيدخلوا الفيسبوك كيتلاقاو مع شي فيديو خايب ولا هذا، كيفاش تحيد هاد الفيديو؟ هذا ما بقاش يطلع لك بحال داك الفيديو، يعني كاع الفيديوهات ديال داك الشخص اللي لاح داك الفيديو، يعني الا بيتي تبلوكيهم. كيفاش غدير ليها؟ اولا خليونا نبدلوا اللغه، نديروا العربيه باش كاع الناس يعرفوا هاد البلان هذا. دابا حنا درنا العربيه، وهذا فيسبوك لايت، سميتو فيسبوك لايت، وسهل فيها تشد الفيديوهات. اذا غنكليكي على هاد العلامه اللي كاينه الفوق ديال الفيديوهات باش يطلعوا ليا الفيديوهات. بحال مثلا هاد الفيديو نيت الاول مثلا بينا نحيدوه، ما عجبناش يعني هاد النوع ديال الفيديوهات ما بغيتهمش انا يبقاو يطلعوا ليا، شنو غادي ندير؟ اول حاجه قبل ما يعني قبل ما سميتو قبل ما نبلوكي القناه ولا شي حاجه، شنو غادي ندير؟ كاين هنا ثلاثه ديال النقاط الفوق، ثلاثه ديال النقاط غادي تكليكي عليهم. هاد ثلاثه ديال النقاط غادي دير الابلاغ على الفيديو، باش دير الابلاغ على هذا الفيديو باش مولاه يبقى يرد البال، ما بقاش يحط بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات. بحال مثلا هنا البحث عن دعم او الابلاغ عن الفيديو، هاد كليكي على هاد البارتي هادي، ومن بعد ما غاديش دير ارسال البلاغ، لا غادي دير اضافه معلومات، كليكي عليها وغادي تختار النوع ديال هذا الفيديو. مثلا شنو المحتوى اللي فيه؟ خلينا نشوفه، محتوى موشي مثلا، او لا في الغالب ديال الفيديوهات كنلقاو فيديوهات ديال خطاب الكراهيه ولا معلومه زائفه ولا اساءه ولا العري، بزاف كاع كاين العري بزاف. دونك مثلا غنختار العري مثلا هذا، مثلا خلينا نختاروا مثلا عور للبالغين. يعني انا دابا كنديكلاري بهذا الفيديو، كنديكلاري بهذا الفيديو للاداره ديال اليوتيوب باش تحيد هذا الفيديو هذا، ما يبقاش يبان في الفيسبوك. الا كاع الناس كيديروا هذه القضيه هذه، تخيل معايا واحد مليون ولا غير 500 الف داروا هذا الابلاغ لهذا الفيديو، راه غادي يحيدوا الفيديو ويقدروا كاع يحيدوا القناه ديال هذا الشخص اللي تيلوح هذه الفيديوهات. يعني ضروري خاصكم دائما ديروا الابلاغ على الفيديو باش يتنقل الفيسبوك، ما يبقاوش هاد الناس يلوحوا لينا بحال هاد النوع ديال الفيديوهات. اذا دابا غادي نديروا ارسال، ملي كدير ارسال عاوتاني كدير هنا التالي، كدير هنا التالي، هنا فين كتبلوكي القناه ديال الشخص، اولا كدير اخفاء كل الوارد من يعني صاحب هذه القناه، كدير كاع اخفاء الفيديوهات ديالو، يعني كاع الفيديوهات ديالو ما بقاوش يطلعوا ليك، تكليكي عليها كدير اخفاء.
يعني كاع الفيديوهات ديال هذا الشخص دابا ما غيبقاوش يطلعوا لي انا. ولكن الى سميتو الى كاع بيت نتهنى كاع من هذا الشيء هذا، يعني من هذا الشخص هذا، غادي ندير لي حاضر، ندير لي حاضر وندير عاود تاني حاضر هنا. السلام عليكم. دابا هاد السيد هذا اللي تايلو هاد الفيديوهات ما يبقاش يطلعوا لي الفيديوهات نهائيا، وحتى القناه ديالو ما تبقاش تطلع لي نهائيا. يعني بهذه الطريقه هذا كتهنى من جوك الفيديوهات الخايبين، وخاصه الناس اللي مسديينين وهذا الشيء ما تيبغوش بحال هذا النوع ديال الفيديوهات. راه هذه هي الطريقه باش انت ما يبقاوش يطلعوا لي بحال دوك داك الزبل حشاكم. كدير تم صافي. دابا هاد السيد هذا الى درنا اعاده تحميل الصفحه ما يبقاش يطلع لنا الفيديو ديالو نهائيا. حتى الى درتي كاع السميه ديالو في الروشيرش ما يبقاش يطلع لك نهائيا، حيتاش بلوكيناه. صافي، غير هو كيخصك دير اعاده تحميل الصفحه ولا تخرج تدخل مره اخرى، ما غاديش يبقى يطلع لك الفيديو. دابا ها الكونيكسيون، ها هو دابا درنا اعاده تحميل الصفحه، صافي الفيديو مشى. يعني بحال داك النوع ديال الفيديوهات ما يبقاوش يطلعوا ليا تاع داك السيد. يعني بهذه الطريقه راه كتهنى من الفيديوهات الخايبين في الفيسبوك. وهذا هو الشرح، والسلام عليكم. بارطاجيوها مع اصحابكم والى اللقاء.